السكليتال سيستم او السكيلتون تعريفه هو البودي بيلد ذات كاركترايزز ذا شيب اوف ذا هيومن بينج. نقول الهيكل، وهيكل اي استراكشر في هذا الوجود هو اللي بيحدد شكل هذا الاستراكشر. فبالنسبه للانسان بتاع هذا الكائن الحي اللي اسمه الانسان، يتكون السكيلتون من نوعين من الانسجه. It is composed of two types of tissues، نوعين من الانسجه. كارتليج، نسيج اسمه الكارتليج او الغضروف، ونسيج اسمه البون او العظام. ناخدهم واحد واحد ونتكلم عنهم ببساطة. هنقول ان الكارتليج او الغضروف ده النسيج اللي بيكون التيمبوراري سكيلتون اوف ذا ديفلوبينج فيتس. الغضروف بيكون الهيكل المؤقت للجنين المتنامي، الجنين اللي بينمو. هيكل مؤقت يعني في هيكل دائم. اذا الكارتريج هو مرحلة مؤقتة في حياة الجنين توطئة لظهور هيكل اخر. طب طبيعة النسيج تكوينه ايه؟ هنقول ان هو soft elastic structure in comparison مع البوم، ان هو نسيج رخو ونسبيا طري لما نقارنه مع العظام. الغضاريف بوصفها temporary structure يعني بتختفي من جسم الإنسان إلا بعض المناطق بتفضل متبقية. In certain sites of the body it persists يعني تظل موجودة throughout life لمدى الحياة. زي مين مثلا؟ زي ال articular surfaces of most of bones. العظام يا جماعة بتاعتنا الأسطح اللي بتتقابل فيها مع بعضها بيسموها المفاصل أو الجوينتس. بيبقى هذا السطح مغطى بنسيج غضروفي رقيق يسموه articular cartilage، فبيسموا السيرفس او السطح اللي مغطى بarticular cartilage يسموه articular surface، زي ما هنشوف بعد شوية في تركيب البون. ايضا توجد الغضاريف في جسم الانسان مدى الحياة فين؟ في الجزء الغضروفي من الضلوع اللي اسمه كوستال كارتليجز. كوستال كارتليج يعني الجزء الغضروفي من الضلوع اللي هو عند اتصاله في منطقة منتصف الصدر مع عظمة الاسترنم أو عظمة القص. توجد أيضا الغضاريف مدى الحياة في بعض المناطق في الجسم زي الاير باسجز، ممرات الهواء، نيزل، الأنفية، لارنجيال اللي هي الحنجرية، تراكيال اللي هي القصبة الهوائية، والبرونكيال اللي هي الشعب الهوائية. دي كل دي غضاريف موجودة في الكبار. وتوجد أيضا الغضاريف في جسم الإنسان مدى الحياة في صوان الأذن اللي اسمه الأوريجولار أوف ذا إكسترنال إير. أما بالنسبة للعظام، فالعظام دي نوع متحور من الأنسجة الدعامية، they are modified type of connective tissue. العظام دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلايا ووسط، خلايا يسموها cells او osteocytes، وسط بتعيش فيه cells بيسموه matrix. طيب هي ليه ناشفة؟ ليه؟ they are hard، لها hard consistency يعني لها ملمس صلب نتيجة ترسب أملاح الكالسيوم في هذا الماتريكس. يبقى due to calcification يعني تكلس هذا الماتريكس نتيجة ترسب أملاح الكالسيوم فيه. العظام هنقسمها لثلاث أنواع طبقا لثلاث اعتبارات. الثلاث اعتبارات ديت، الاعتبار الأول اسمه الشيب أو الشكل، الاعتبار الثاني اسمه الاستراكشر أو التركيب بتاعه، أما الاعتبار الثالث فاسمه الديفلوبمنت أو النشأة.
طيب تعالوا كده نشوف أشكال العظام. أشكال العظام وهي في جسم الإنسان بتوجد إزاي؟ العظام بتوجد في شكل من اتنين، إما عظام ناشفة صلبة قوية بيسموها العظام المضغوطة أو الكومباكت بونز، لها مرادف آخر اسمه الهارد يعني الصلب، يبقى كومباكت يعني مضغوط، هارد يعني صلب، أو ايفوري يعني عاجي زي الناب بتاع الفيل كده، عظام صلبة، النسيج صلب قوي، كان زمان بيستخدموه كسلاح يحاربوا بيه ويقتلوا بعض بيه. ليه؟ لأنه نسيج صلب غير قابل للانسناء، فبالتالي عنده المقدرة على الاختراق فيقتل فيدافعوا بيه عن نفسهم، عشان كده سموه ايه؟ هارد أو ايفوري. موجود فين ده؟ يبقى هو طبيعته هارد، هارد يعني صلب دنس كثيف، وبيكون السيرفيس اوف لونج بونز، كل الاسطح الخارجيه لعظام جسمنا عباره عن هارد او كومباكت بونز. النوع الثاني او الشكل الثاني، مش النوع بقى، الشكل الثاني اللي موجوده بالعظام في جسم الانسان اسمه سبونجي بونز. سبونجي يعني اسفنجي، عامله زي الكيك، عارفين الكيك؟ الاكل اللي هو الهش ده، الحلويات الهشه، فبيسموه سبونجي او اسفنجي، وشكلها ترابيكولار عامله زي خيوط متشابكه او كانسيلس. كل دي مرادفات لنفس المعنى، انها عظام رخوه او طريه، فعشان كده بقول زي لوك لايك سبونج او ترابيكولي، زي الشكل الاسفنجي بتاعت الكيك. هذه العظام بتبقى دايما مليانه بالنخاع الاحمر اللي هو الريد بون مارو. موجوده فين؟ بتبقى موجوده تحت في عمق قاعده مباشره تحت الهارد بون، في حمايه الهارد بون، يبقى الهارد بون عامله القشره، وتحت منها على طول هنجد الاسبونجي او الكانسيلاس بونز، وتوجد ايضا في نهايات العظام الطويله. نبص للرسمه دي كده، ادي عظمه وفتحناها، عظمه طوليه في جسم الانسان اسمها فيمر مثلا. العظمه دي رحنا جايين شقينها هنا من النص، ورحنا جايين الجزء اللي شقيناه ده قلبناه على الجنبين، لقينا ان القشره الخارجيه دي كانت كومباكت بون اللي هو النوع ده، ولقينا ان تحتيه البطانه بتاعته من الداخل نسيج يشبه الاسبونج او الترابيكلي، سميناه سبونجي بون. هتلاقيه مترسب في الفجوات بتاعته النخاع الاحمر اللي هو الريد بون مارو. كيف تنشأ العظام في جسم الانسان؟ العظام في جسمنا ايضا بتنشأ بطريقه من اتنين، اما تنشأ من غشاء او تنشأ من غضروف بعملية يسموها أوسيفيكيشن أو التعظم. يبقى البونز ديفلوب تنشأ تتطور تنمو بإحدى طريقتين، الطريقة الأولى يسموها ممبرينس أوسيفيكيشن. في جسم الجنين كان في أغشية بيسموها الممبرينز. الممبرينز دهيت في بعض الأماكن زي الجمجمه مثلا اللي هي السكال او في الفيس الوجه، كانت هذه الممبرينز محتاجه تتعظم وتتحول الى عظام في عمليه بيسموها الاوسيفيكيشن، عمليه سريعه ومبتستهلكش وقت كتير علشان تحمي بروتكشن للاسينشال اورجنز الموجود، فبيسموا عمليه تغيير الممبرين من غشاء الى عظم بيسموه ممبرينس اوسيفيكيشن. النوع الثاني من نشاه العظام ان بعض الغضاريف في جسم الجنين هتنشا فيها مراكز تكوين عظام باحدى طريقتين، اما مراكز تعظم اوليه بيسموها برايمري سنترز اوف اوسيفيكيشن،
أو هتظهر فيها مراكز تعظم سنوية اسمها Secondary Centers of Ossification. يبقى الكارتليجينس اوسيفيكيشن أو التعظم الغضروفي تتحول فيه الغضاريف من كارتليج إلى بون بطريقتين. الطريقة الأولى هي ظهور البرايمري سنترز اوف اوسيفيكيشن، الطريقة الثانية بظهور السكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن. ايه الفرق بين الاثنين؟ البرايمري سنتر اوسيفيكيشن أو مراكز التعظم الأولية دي هتظهر مبكرا في حياة الجنين، في الجنين. مثال ليها منطقة منتصف ساق العظام الطويلة اللي بيسموها ديافيسز، وهنشرحها دلوقتي بالصور. العظام أو مراكز التعظم السنوية تظهر بعد الولادة مش قبليه، وتوجد في نهايات العظام اللي بيسموها الإبيفيسز. يبقى دلوقتي عندي برايمري سنترز قبل الولادة وتوجد في منطقة ساق العظام الطويلة، وسكندري سنترز بعد الولادة وتوجد في نهايات العظام الطويلة. طيب تعالوا دلوقتي نشوف كل طريقة تعظم ونتكلم عليها. تعالوا نشوف الممبرينس اوسيفيكيشن اللي كانت بتحصل في الكاب بتاع السكال، سكال كاب او الطاقية بتاعت الجمجمة اللي اسمها الفولت اوف ذا سكال. ده كان ممبرين، ده السطح العلوي للجمجمة، كان ممبرين، كان غشاء. هتظهر في سنترز اوف اوسيفيكيشن. يعني ايه سنترز اوف اوسيفيكيشن؟ سنتر يقال مثلا الشيء ده ان هو مركز، مركز يبقى عبارة عن تجميع لعدد من العناصر المتشابهة. فالعناصر اللي بتكون العظام، اللي بتولد العظام، بيسموها الاوستيوسايتس. هتتجمع مع بعضها وتعمل نوايا او مركز، بيسموه center of ossification. هيظهروا في بعض اماكن الغشاء اللي بيكون الكاب اوف ذا سكال، ويبتدي تشع خلايا عظميه، يحصل تكاثر، وتبتدي الخلايا العظميه دي اللي اسمها الاوستيوسايتس تحل محل خلايا الغشاء وتستبدلها بالتدريج. الكلام ده كان امتى؟ كان في فتره الجنين، في فتره نمو الجنين. يبقى appearance of centers of ossification في الممبرين اللي بيحمل السكال اللي اسمه cap of the skull أو vault of the skull، ثم تبتدي تكون osteocytes خلايا عظمية وتعمل replacement تدريجي للخلايا الغشاء لحد ما تحولها إلى عظام، وتأدي أو تحول بعد كده المنطقة دي إلى bones، وتدريجيا جراديولي هتبتدي تستبدل الغشاء بايه؟ هتستبدله بعظام وتتحول لهذا الشكل. فاصبح دلوقتي بدل ما الكاب اوف ذا سكال او الفولت اوف سكال كان ممبرين، تحول الى بونز بهذا الشكل، وكون العظام اللي هنعرفها بقى الفرونتال بون والاوكسيبتال بون والبارايتال بون وهكذا. ده النوع الاول من الاوسيفيكيشن اللي اسمه البرايم، اسمه الممبرينس اوسيفيكيشن. اما النوع الثاني اللي اسمه كارتليجينس اوسيفيكيشن اللي احنا قسمناه الى نوعين، برايمري وسكندري سنترز اوف اوسيفيكيشن. قلنا ان هذا النوع البرايمري، البرايمري بيظهر في فتره قبل الولاده، واحنا قلنا بيظهر في منطقه الميدل اوف ذا شافت. دي احدى العظام الطويله في الجنين. العظمة دي على سبيل المثال مثلا احدى العظام الطويلة بتاعت الاطراف بتاعتنا، بتتكون من جزئين اتنين. الجزء السلندريكال الاسطواني ده بيسموه شافت او الساق، اما النهايات الاجزاء اللي هي مكببة ديت بيسموها الانز. في الساق او في الشافت، في الميدل اوف ذا شافت، هيبتدي تظهر سنتر اوف اوسيفيكيشن.
السنتر اوف اوسيفيكيشن ده بيسموه برايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن، هيكون خلايا عظميه وجراديولي هتعمل ريبليسمنت يعني احلال او ترانسفورميشن، ترانسفورميشن للخلايا الغضروفيه بتاعه النموذج الغضروفي ده وتحوله الى الساق او الشافت اللي بيقولوا عليها الديافيسز اللي هي كانت دي. اما السكندري سنترز اوف اوسيفيكيشن اللي كانت بتظهر بعد الولاده فتظهر في نهايات العظام في الانز اوف بونز، ادي الابر اند مثلا بتاعت البون وادي اللور اند ودي كانت الشافت اللي كان اسمها الديافيسز، هتظهر بقى في الاندز بتاعت البون سواء كانت الابر اند او اللور اند هتظهر سكندري سنترز اوف اوسيفيكيشن وجراديولي هتحولها الى بونز وتتسمى في الحاله دهيت الديافيسز. يبقى دلوقتي دي كانت البرايمري سنتر وده كان السكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن، وكده خدنا الانواع اللي العظام بيها اتكونت. ندخل بعد كده على مين؟ على التايبس اوف بونز، انواع العظام. العظام هتتقسم لثلاث انواع وفقا للاعتبارات التاليه. الثلاث انواع ديت النوع الاول اسمه الشيب او الاعتبارات، يعني الاعتبار الاول اسمه الشيب والاعتبار الثاني الشيب يعني الشكل، والاعتبار الثاني اسمه ستراكشر اللي هو التركيب، والاعتبار الثالث اسمه الديفلوبمنت او النشاه. الاعتبار الاول according to shape بيسموه morphological classification او التصنيف الشكلي، يبقى العظام بتصنف النوع الاول بقى تصنف شكليا according to shape الى سبع او ثمان انواع. ايه هما الانواع دي؟ النوع الاول بيسموه long bones او العظام الطويله. تتميز العظام الطويله ركزوا معايا ان شكلها عباره عن نهايتين تو انز وشافت ساق ونهايتين. امثله لها اللونج بونز العظام الطويله اوف ابر اند لوور ليمز اللي هو الاطراف العلويه والسفليه زي العظام دي هتاخدوها بعد كده بالتفصيل الاسماء ما تخضكوش قوي، فيمر تيبيا فيبولا هيومرس ريديوس النا، ربما حاليا يعني واحنا بننطلقوا هذه المصطلحات بتتخضم زي ما احنا اتخضنا كده لما كنا في سنكم، الان احنا هي بالنسبه لنا لعبه. ليه؟ لان خلاص اتعودنا عليها فما تتخضوش ولا تخافوا، الامر ده طبيعي، هي مسميات مصطلحات هي الان غريبه لانها جديده، لكن مع الوقت لما تتكلموها ان شاء الله تجدوها سهل. يبقى ده النوع الاول من انواع العظام according to shape اللي اسمه اللونج بونز اللي هي العظام اللي لها نهايتين وساق two ends and shaft. النوع الثاني اللي اسمه short bones، الشورت بونز اللي شكل ده مش according to length لا ده according to shape، بنقول ان دي العظام اللي كانت كيوبويدال او كيوبيكال ان شيب اللي شكلها تقريبا مكعب زي عظام الرسغ بيسموه الكاربال بونز اوف هاندز منطقه رسغ اليد، او التارسال بونز اوف فوت اللي هي منطقه كاحل القدم. النوع الثالث اللي اسمه فلات بون تبقى عباره عن شرائح رقيقه من العظام سين بليتس اوف بونز زي مين؟ زي الفولت اوف ذا سكال اللي هو الكاب اوف ذا سكال طاقيه الجمجمه، او السكابيلا عظمه لوح الكتف. النوع الرابع اسمه الريجولار بونز اللي ملهاش شكل محدد they have no definite shape ملهاش شكل محدد زي عظام الفرتبري، فرتبري جمع فرتبرا وهي الفقرات، الفقرات اللي بتشكل العمود الفقري، وزي البونز اوف ذا بيز اوف سكال اللي هو عظام قاع الجمجمه. النوع الخامس اللي اسمه نيوماتيك بون البي سايلنت ما بتتنطقش بنطقها من الاول للان، نيوماتيك بونز اللي هي البونز كونتيننج اير زي الجيوب الانفيه كده اللي بيسموها البارانيزال ساينسز اوف ذا سكال. النوع السادس اللي اسمه سيسامويد بونز اللي هي العظام السمسميه. العظام السمسميه دي عباره عن حبيبات عظميه نوديولز اوف بونز موجوده بداخل بعض الاوتار، بعض اوتار
او اوتار بعض العضلات زي رضفة الركبة اللي هي صابونة الركبة اللي اسمها الباتيلا. النوع السابع اللي اسمه سوتشرال بونز اللي هي دي العظام اللي موجودة بداخل دروز الجمجمة، الفواصل اللي بين عظم الجمجمة وبعضه، هذه الفواصل ممكن نجد فيها قطع عظمية اسمها سوتشرال بونز. النوع الثامن بقى اللي هو مش موجود اللي هو اتلغى خلاص اللي هو اللونج شورت بونز، ودي هنتكلم عنها بعد شوية. تعالوا بينا بقى نشوف دياجرامات للمورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف بونز، نشوف الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها بالرسومات. مورفولوجيكال اللي زي ما اتفقنا اللي هي according to shape. النوع الاول من البونز اللي اتكلمنا عليه اللي اسمه اللونج بونز، اللي هو افكركم اللي هي العظام اللي كان لها اتنين انز وشافت وموجوده في العظام الطويله بتاعه الاطراف، سواء كان الابر ليمب واللور ليمب ومسمياتها الفيمر والتيبيا والفيبلا والهيمرس والريدياس والانما. نشوف نموذج كده، ادي نموذج اهوت للعظام الطويله. العظمه دي عظمه الفخذ واسمها الفي. بص كده على شكلها هنجد ان لها تو اندز، ادي اند فوق اهيت وادي اند تحت اهيت. اند منطقه مكببه مليانه تضاريس، ثم لها شافت منطقه اسطوانيه من العظام. ادي كانت مين؟ كانت الفيمر كالونج بون. النوع الثاني اللي هو الاكوردنج تو شيب المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي هو كان اسمه الشورت بونز، دي العظام اللي كانت مكعبه كيوبيكال او كيوبويدال ان شيب زي عظام الكاربال بونز، عظام منطقه رزغ اليد كاربال بونز اوف هاند، او التارسال بونز بونز اوف فوت، ادي منطقه الفوت اهيت وادي منطقه التارسس وادي العظام الشورت اللي بيكونها، ادي عظمه 2 3 4 7 عظمات اهمت اللي بيكونوا مين؟ اللي بيكونوا منطقه التارسس او الكاحل، ودي احدى العظام اهيت خدناها خلعناها وبصينا عليها من بره. ده النوع الثاني اللي اسمه الشورت بون. يبقى الشورت مش اللي هو اكوردنج تو لينس، لا اكوردنج تو شيب، والشيب هنا كان كيوبيكال ان شيب. النوع الثالث اللي هو كان اسمه الفلات بونز او العظام المفلطحه، تبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن سين بليت اوف بون، شريحه رقيقه من العظام المبططه، زي مين مثلا؟ زي بعض عظام الفولت اوف سكال، طاقيه الايه الجمجمه، او عظام الاسكابي عظمه الاسكابيلا اللي هي عظمه لوح الكتف بتاعه الابر لم. النوع الرابع اللي كان اسمه الريجولار بونز اللي هي العظام اللي مالهاش ديفينيت شيب، ما اقدرش اقول ده شكل حاجه معين، لها لا طويله ولا قصيره ولا مبططه، فبقول اتهاز او ايه زي هاف نو ديفينيت شيب، زي عظام الفيرتبري جمع فيرتبرا اللي هو الفقرات اللي بيكون العمود الفقري، او عظام قاع الجمجمه اللي هو الفولت البيز اوف ذا سكال. النوع الخامس اللي اسمه نيوماتيك بون، وفكركم البي سايلنت اللي هو العظام الهوائيه زي عظام الجيوب الانفيه اللي موجوده في الجمجمه اللي حوالين ايه التجويف الانف، زي عظمه مثلا المجزله، عظمه الفك العلوي اللي فيها اشهر جيب جار انفي اللي بيوجد على السايدز اوف ذا نوز. النوع بعد كده السادس اللي اسمه سيسامويد بونز او العظام السمسميه، العظام السمسميه سيسامويد بونز عباره عن نوديولز اوف بون، حبيبات عظميه موجوده بداخل بعض اوتار بعض العضلات زي عضله مقدمه الفخذ، توجد بداخلها عند الركبه اللي هي منطقه اللي هي عظمه الصابونه او عظمه الرضفه، رضفة الركبة اللي اسمها الباتيلا. النوع السابع اللي هو اسمه سوتشرال بونز اللي موجودة في الدروز في فواصل عظام الجمجمة زي الورميان بونز، ادي عظام اهيت دي الورميان بونز او السوتشرال بونز اللي موجودة بداخل عظام او السوتشرز اوف ذا سكال اوتر سيرفيس، في السطح الخارجي لمعظم عظام جسمنا. والنوع الثاني اللي هو الكانسيلاس بون، ودي اتشرحت مع الفورمز اوف ايه؟ فورمز اوف بونز. النوع اللي بعد كده ادي نفس النوع بقى اديله امثله كده،
ايات ايه نفس الشريحه اللي كانت الفورمز اوف بونز اللي هو الاستراكشرال كلاسيفيكيشن. فهنا كان الاستراكشرال كلاسيفيكيشن ده اللي هو الفورمز اوف بونز. فهنا عندي ادي الكومباكت او الهارد او الايفري بون، دي الشريحه الخارجيه او الطبقه الخارجيه من العظام، عظام جسمنا كله وبالاخص العظام الطويله، والبطانه بتاعتها من الداخل اللي اسمها الكانسيلس او السبونجي بون اللي مترسب بداخلها النخاع العظم الاحمر. ده كان الاستراكشرال كلاسيفيكيشن. الامبريولوجيكال كلاسيفيكيشن ده كان ايه؟ اللي هو كان طريقه التعظم نفسها اللي هو الممبرينس بونز اللي كانت امثله لها اللي كانت موجوده في عظام كاب اوف ذا سكال. هي الممبرينس كلاسيفيكيشن ده نوع سريع بيديفلوب من ممبرين وبتحدث في العظام اللي بتحتاج سرعه تكوين. ليه؟ علشان تعمل سبورت او بروتكشن لاسينشال اورجان زي الكاب اوف ذا سكال او عظام الثوراكس اللي هي عظام الريبس. الكارتليجنس بونز اللي هي دي طبعا دي اكوردنج تو ديفلوبمنت، ودي نشات بطريقتين اللي هو البرايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن اتكلمنا عليه اللي هو كان ظهر في الميدل اوف لونج بونز وكونت منطقه الديافيسز، والسكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن اللي ظهر بعد البيرث بعد الولاده وكان موجود في الانز اوف لونج بونز وشكل منطقه الديافيسز. لو نيجي نتكلم بقى بالاخص على تركيب اجزاء اللونج بونز، اللونج بونز بتتكون من الاجزاء الاتيه، نركز مع بعضنا. الجزء الاول في اللونج بونز اللي اسمه الابيفيسز، وهذا الابيفيسز ذكر كذا مره، ده كان المكان اللي اتكون بعمليه تعظم اسمها السكندري سنتر of ossification cartilaginous ossification، بس بي secondary center of ossification اللي ظهر بيه بعد الولاده وحولت المنطقه ديت الى عظم، والعظم ده كان اسمه الابيفيسز. طيب الابيفيسز كانت متغطيه يعني بشريحه رقيقه من غضروف زجاجي ذكرناه احنا مع الكارتليج، لما قلنا ان الكارتليج الاماكن اللي موجود فيها اول حاجه كان الارتيكولار سيرفيسز اوف لونج بونز. ادي هي الارتيكولار سيرفيس بتاع العظمه ديت، لا سطح مفصلي، ده السطح المفصلي اهو، السطح المفصلي اللي بيبقى راكب مع عظمه ثانيه علشان يكون مفصل. مكان اللي بيركب فيه السطح ده كان متغطي بغضروف زجاجي اسمه articular cartilage. يبقى ده كان الجزء الثاني في تركيب مين في اجزاء اللونج بونز. طيب الجزء الثالث من اللونج بون اللي هو اللي اسمه الابيفيزيال كارتليج. الابيفيزيال كارتليج الابيفيسز اهي والديافيسز اهي. الابيفيسز كان مفصول عن الديافيسز بشريحه غضروفيه بيسموها ابيفيزيال كارتليج او ابيفيزيال بليت. طيب الجزء الرابع من العظام الطويله اللي هو السلندريكال ماس اوف بون دي اللي بيسموها الديافيسز اللي هو الساق او حمد العظم الديافيسز. اما الجزء الخامس اللي هيفصل الابيفيسز من هنا عن الديافيسز من هنا في الجزء اللي هو المثلث او الكونيكال انشيب ده بيسموه ميتافيسز. طيب الجزء السادس من اجزاء اللونج بونز لما نفتح العظام، ادي فتحناه اهوت، لما فتحنا العظام لقينا ان في الشافت من الداخل جواها تجويف يسموه ميدلري كافيتي. هذا الميدلري كافيتي يحتوي على النخاع العظمي اللي هو البون مارو. طيب لما فتحنا العظم لقينا ان البون مارو ده هو اللي قاعد في الميدلري كافيتي، العظم اللي فتحناه هنلاقيه متبطن من جوه بغشاء ومتغطي من بره بغشاء. الغشاء اللي متغطي بيه من جوه اسمه اندوستيوم، اللي هو الغشاء الداخلي
اللي هو عامل بطانة السطح مين؟ الداخلي. أما الغشاء الخارجي اللي بيغطي ساق العظمة كله ما عدا الارتيكولار سيرفس، ده بيسموه البري أوستيوم أو السمحة. من أين تستمد العظام؟ الإمداد الدموي اللي هو الأرتيريال سبلاي، عن طريق 5 شرايين بتتغذى العظام بالدم. الشريان الأول بيسموه بريوستيال أرتريز، عبارة عن شرايين رفيعة متنطورة على السطح على البريوستيوم اللي هو بيغطي السطح الخارجي للعظام، بيسموا الأرتريز ديت بريوستيال أرتريز. ثم الأرتري الكبير اللي مسؤول عن تغذية داخل العظم، الميدلاري كافيتي والبونمرو والسبونجي بونز من جوه، فيسموا الأرتري ده نيوتريانت أرتري. ده بيخترق العظم عن طريق فتحة اسمها نيوتريانت فورامين، يدخل منها ويتفرع إلى فروع تتولى تغذية داخل العظم، عشان كده بيسموه نيوتريانت المغذي. النوع الثالث اللي اسمه ميتافيزيال أرتري، الميتافيزيال أرتري هيتولى تغذية منطقة الميتافيزيز، والميتافيزيز اللي زي ما احنا قلنا هي المنطقة المثلثة أو القمعية اللي تفصل الإبيفيزيز من فوق عن الديافيزيز في النص، كذلك الميتافيزيز هنا المنطقة القمعية ديت اللي تفصل الإبيفيزيز اللي من تحت هنا عن الديافيزيز اللي في النص، فيسموا الشرايين اللي بتغذيها ميتافيزيال أرتريز. ثم في ابيفيزيال ارتري، وانا عندي 2 ابيفيزز، واحده فوق واحده تحت، او واحده يمين وواحده شمال، او واحده بره وواحده جوه. فهنجد هنا عندي الابيفيزيال ارتريز هي الشرايين اللي بتتولى تغذيه منطقه الابيفيزز. واخيرا في النوع الخامس من الشرايين هو الارتريز بيسموها ماسكولار ارتريز، بتيجي عن طريق العضلات اللي بتتصل بالعظام، تخرج منها شرايين صغيره وتتولى تغذية الجزء من العظام المناظر لمين؟ للعضلة. النيرف سبلاي أو الإمداد العصبي، العظم نفسه يا جماعة مفاجأة، ما بيحسش بالألم. يعني لو أنا جبت عظمة وكسرتها في واحد صاحي مش هيحس، إنما الإحساس بيجي منين؟ من الغشاء المحيط بالعظام اللي اسمه البري أوستيوم. فالبري أوستيوم ده هو المكان اللي بنحس فيه بالألم، ده مسؤول responsible for pain sensation. ده لأنه هو highly innervated بسنسوري نيرفس جاية من البريوستيال نيرفس، أو بفازو موتور نيرفس جاية من الأوتونوميك بليكسس اللي ماشية مصاحبة للأرتريس.